أنا أقول للشباب، ما دمت مستقيماً، ما دمت موحداً، ما دمت ملتزماً، ما دمت صادقاً، ما دمت أميناً، ما دمت مخلصاً، ما دمت تطلب العلم، لا تخاف. مهما ساءت الأخبار، ومهما قيل المستقبل مظلم لا مشرق، ومهما قيل هناك مؤامرة على المسلمين على مستوى الأرض، كلام بكلام، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخوة يوسف أقوياء أشداء، أرادوا أن يموت وضعوه في البئر، ما الذي حصل؟ أنه أصبح عزيز مصر، ودخلوا عليه وهم صاغرون، قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف، وهذا أخي قد من الله علينا. سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، يا أخوان، إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ والله عندي قصص واقعية في هذا العصر لا تعد ولا تحصى عن شاب اتقى الله، تهيأ له عمل وزوجة صالحة وبيت وأهل وأولاد أطهار. الإله العظيم خالق السماوات والأرض أنشأ لك حقاً عليه. قال يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. لا تقلق، الله موجود. أنا أدعوكم للكسب وللأخذ بالأسباب، لكن لا تسمح لإنسان بعيد عن الله أن يوقعك في اليأس. وأنت أيتها الفتاة المؤمنة المحجبة الطاهرة، لا ينساك الله. إياك أن تتوهمي أن التفلت أحد أسباب زواجك، أبداً. تزوجي مع التفلت، بس بيجي زوج يريك النجوم ظهراً. أما الحجاب والاستقامة والعمل الصالح وأن تتعرفي إلى الله، الله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. جنة في الدنيا وجنة في الآخرة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول هذا الكلام أنه في الآن حالة إحباط عند المسلمين، العالم كله يهاجمهم، العالم كله يهددهم. علاقتنا بالله والذي خلقنا لا يسلمنا إلى أحد، لأنه إلهنا وربنا. دقق في هذه الآية، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بس عليك أن تطيعه وانتظر الخير وبعدها اشكره على هذا الخير. علق أملك بالله، اتق الله، اعقد الأمل على الله، توكل على الله، عليك أن تستقيم على أمره وانتهت مهمتك، وعلى الله الباقي. دبر ألا تدبر، يا رب طالبتني بالطاعة أنا أطيعك، طالبتني بضبط اللسان أضبط لساني، طالبتني بالصدق أنا أصدق إن شاء الله، طالبتني أن أكون أميناً أنا أمين إن شاء الله. هذا الذي علي والباقي عليك. فهذا الإيمان يعطي راحة للنفس. أما القلق وسماع التهديدات، تارة حصار وتارة هجوم وتارة عزل وتارة نقص مواد وتارة ارتفاع أسعار، فوق طاقتنا هالأخبار هاي. يعني بشكل أو بآخر أنت مع مين؟ هل تعلم أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض. يعني الإنسان بيعتز بمن ينتمي إليه. أنت كمؤمن أنت مع من؟ مع خالق السماوات والأرض، مع الذي منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك؟ أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. ف
فيا خجلي منه إذا هو قال لي أي عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ الأبيات طويلة، لكن أيها الإخوة، المسلمون اليوم في أمس الحاجة إلى التوحيد. ما في إلا الله، والله كبير،